السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الاخوان ديالنا، تبارك الله عليكم. انتم اخوتي كتشوفوا شنو كاين. حنايا مع واحد الاخ ديالنا، واحد السائق المهني كرزا وفاء الطريق الجديده اللي كتخرج ل40، فهمتي، كتخرج من مواد صغيره اللي كتجي من ايبيس، كتخرج من مواد صغيره ديال الطريق. نتوما كتشوفوها الطريق ما كايناش الضوء، الضوء ما كاينش. هانتوما كتشوفوها، هما هنايا الصريه ضد الضوء ولكن ما كاينش الضوء. وكريان كيفرض عليك انك تجوز من هنا، والطريق هذه خطيره على السائق المهنيين، وهنا كيستغلوا الفرصه باش انهم يعملوا الشغل ديالهم شفاره، وكيتعدوا على السائق المهنيين. دابا رجاء من الجهه المعنيه المسؤوله على هذه المنطقه هذه، ولا المسؤولين الامنيين، انهم يشوفوا يعدلوا لنا اللون هذا الشارع هذا، هو نتجنبوا هذه المسائل ديال الكريزاج وديال الاعتداء على السائق المهنيين. ان شاء الله نقربكم عن السيد اللي وقع له هذا الحادث ديال الكريزاج. الحمد لله انه ما تأذى شيء، ولكن انسان من الاحتياط ومن الواجب ديالو، ولكن المرة خرجت بلا حتى شي حاجه، ولكن مره اخرى غتخرج شنو كيعيطوا له، تخرج الامور بخير وعلى خير. دابا السيد هو كيهضر في التليفون، وغنتناو يعاودنا اللي كاين. هانتوما كتشوفوا الاخوان، ها هو الشارع فين هو، ها الضو فين هو اخوتي، ها الضو ما كاينش، الصاريه ضد الضو هما فين هما، والضو ما كاينش. ما كانوش يحلوا هذا الطريق، يشدوها تيكملوها، ولكن لا حياة لمن تنادي. ودائما الضحية هو السائق المهني، السور اللي قصر هو اللي دائما كيأدي الثمن ديال هذا الإهمال اللي حنايا عايشين فيه. رجاء من الإخوان ديالنا يبارطاجيو هذا الفيديو هذا هو، ويشوفوا هذه المعاناة اللي كيعانيها السائق المهني مع الطرقان بحال هادو. هما الطريق باقا ما مسالياش، الضو ما فيها شي، وكليان كيقول لك خصك تجوز من هنا. ايوا نتوما عارفين شنو واقعة. بالامس تاع الاخ ديالنا احمد تعرض لاعتداء في واضح النهار، ودابا الاخ هو تعرض لاعتداء في نصف الليل. ايوا اخوتي، اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر.